تعرفوا ليش احنا غير؟ لأننا نتميز بمجتمع متواصل. الشباب ما حد يروح البيت اليوم، فطورهم علينا. عزموني لا، متواصل وبشكل حقيقي، كل شيء جديد نتحداه ونرجع فيه لعاداتنا في التواصل. عن حد يزعل راعي الكورة يا أخي، الشوارع زحمة. سليم سوي لحية مزبوطة. سليم أنا يفطر داخل دوكا، تعال فطر معنا. والكل زمان نكهته الخاصة. هي هي أيام المسنجر وتقرقيعة الكيبورد. لحظة، نخترع استخدامات لكل شيء. خلص يا أمي، خليني أكتب اسمي على الصفرية. ما ترجع ليش الصفرية أم يونس ومتروسة بعد. روح راعي المظلة. المهم كل من يسكن عمان يحمل قيمها. خليها تبني. انت ليش ما يروح مدرسة مروان؟ واهم شيء التواصل الحقيقي. ومهما تطورنا لازم نرجع لقيمنا واصالتنا. يلا شباب تعالوا خلونا نروح نصلي. متواصلين على خير. والله انت كمان عليك سوالف.